بالنسبه للاذن يعني الانسان تيجي تيشكي منه ودنو تسدات عليه مثلا بعد مشى للدوش ولا مشى للحمام ولا مشى للبيسين ولا للبحر تيجي تحس ودنو عامره بشي حاجه. هو حاله ديال الصمام ولكن صمام بسبب خارجي غير مجموعه الاسباب الاخرى ديال الصمام اللي هي اصابه الطبل ولا اصابه العظيمات والعرق. هنا حاله ديال الانسان اللي تسدات ودنو بسرعه. فلابد من مراجعة الطبيب كذلك هنا باش نتأكدوا إن باش نقولوا بأنه انسداد بالسمق ديال الودن ولا بشي كور اترونجي في الودن ديالو خصنا نتأكدوا والتأكيد يتم بعد الفحص. إن بعض الحالات انسداد الأذن أو نقص حاد في السمع ديال الإنسان عند البالغ ولا عند الكبير يمكن يكون حالة مستعجلة ديال انسورديتي بروسك، إنسان نقصلو السمع بسرعة. تيوا كرة غير شي حاجة عمرت لي ودني، لا مراجعة الطبيب، الطبيب مع الفحص ويتأكد إن انسداد الأذن اللي عنده علاقة مع انسورديتي بروس سيت أون أورجونس ويمكن لها تكون خطيرة. أما الأسباب الطبيعية السهلة اللي عندها علاقة مع يعني كثرة السمق في الأذن، بعض الناس تينتجوا السمق بكثرة. هاد السمق ديال 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 الأذن ولا سيرومين ماشي وسخ ديال الأذن، هي إفرازات طبيعية لبعض الخلايا الموجودة في الأذن واللي تتحمي الأذن، تضمن واحد البي اش في الأذن اللي ما يمكنش تتم فيه ميكروبات ولا فطريات. فلهذا ما خصناش نزولوا السمق. تنزولوا السمق إذا كان كثير وإذا كان خرج على برا الأذن يمكن نزولوه، أما السمق داخل الأذن احترام ديالو وخليوه في المحل ديالو. بعض الناس كما بعض الناس يعرقوا بزاف واللي عندهم الشعر بزاف، بعض الناس تينتجوا بزاف السمق، هذاك السمق تيتجمع لهم داخل الاذن ديالهم وتيسد لهم الاذن ديالهم. بعض الناس كذلك تيستعملوا القطن الاذن بزاف وتيدفعوا داك السمق لداخل الاذن ديالهم. فالسمق عاد ما تيخرج هو الطريقه الطبيعيه ديالو تيخرج بوحدو، اما تيدفعوه لداخل وتيتجمع داخل الاذن تيسد لهم الاذن ديالهم، تيتغطى الطبل كليا بداك السمق، الانسان ما تبقاش يسمع. بعض المرات السمق تيكون في الاذن تيكون ناشف فتيكون صغير شيئا ما، ولكن من بعد الحمام والدوش ولا البيسين تيعمر بالماء وتينتفخ، مي تينتفخ تياخذ دي فوليم وتيسد الاذن، فبسرعه الاذن تتسد. الانسان تيجي تيدوز بطبيعه الحال عند الاخصائي ديال الاذن اللي غيقلبوا اولا بالوسائل المناسبه بالميكروسكوب اون بارتيكولي يتاكد من الحاله. فيتم في هذه الحاله هذه ازاله بطريقه سليمه ما فيهاش لا الم ولا شي حاجه، ازاله ديال السمق اللي هو تنظيف ديال الاود تسميه لافاج دوغي ولا اسبيراسيون سو ميكروسكوب، ماشي بالطريقه القديمه ديال لا سوراك وما تنشوفوا واش تنديروا. ما يمكنش ننقيو الودن ديال الانسان وحنا ما شفناش الطبل ديالو كي داير، ولا ندخل اليه الماء وحنا ما شفناش الودن ديالو كي داير. ولهذا انسداد الاذن لابد مراجعه الطبيب اخصائي الاذن والحنجره اللي غيقوم بالفحص التشخيص المناسب وينقي الودن. إذا نقينا الودن ونقينا الطبل طبيعي وقال لك الإنسان آه الحمد لله دابا تنسمع مزيان، إذا السبب الأساسي والوحيد كان هو ذاك السمق. لا قدر الله حيدنا ذاك السمق ولقينا من وراه مرض، لقينا الطبل مثقوب مثلا، التهاب مزمن، ولا رغم أننا زولنا السمق مازال الإنسان تيحس بأن السمع ديالو ناقص، فديك الساعة تندير ميزان السمع وتنشوفوا الأسباب الأخرى ديال الصمام اللي عند الإنسان وتنعالجوها لكان ضروري.